السلام عليكم. اولا بشكر اخويا وصديقي الغالي الدكتور اسامه على الدعوه، طبعا بشكر المنصه الكريمه وبشكر اساتذتنا الحضور الكريم. احنا ان شاء الله مش هنطول على حضراتكم، اشهد بس الدكتور اسامه ان هم كانوا 5 دقايق من الوقت. الدكتور اسامه، الدكتور اسامه كانوا 5 دقايق من الوقت، فنراجع حسابهم في الاخر. بس حضرتك شايفين المشهد ده الاول، المشهد ده مشهد متكرر اعتقد احنا معظمنا بيقف في المشهد ده، هو مالوش علاقه بالموضوع بتاعنا الابتدائي بالظبط. ده مشهد بقى مشهد متكرر، ولذلك اللي هنتكلم عنه النهارده هو كومان سيناريو. دكتور الاطفال بيجي له قوم بالتحليل ايا كان، بتيجي الام طبعا من كتر ما هي سمعت وقرات على النت قبل ما تجيلك تبقى الام قلقانه جدا والاهل قلقانين. يا ترى الغده شغاله ولا مش شغاله؟ يا ترى ايه السبب؟ يا ترى هل في خطوره على الطفل من التحليل العالي ده ولا لا؟ يا ترى هياخد علاج غده ولا لا؟ وهل الغده خمول الغده بيأثر على الذكاء والنمو زي ما احنا قرينا على الفيسبوك ولا لا؟ والطفل ده هيفضل على علاج الغده طول العمر؟ وهل هيتأثر عليه لما يكبر ولا لا؟ واهم حاجه طبعا الجواز والانجاب، ودلوقتي النقطه اللي بيركزوا فيها قوي. معاك دكتور يوسف؟ خلينا نتكلم ان السيناريو ده اول ما بيبدا عند البيدياتريشن. البيدياتريشن بيقف محتار قدام التحليل. احيانا بيجي له تحليل فيه هاي تي اس اتش ونورمال تي 4، ممكن يجي له تحليل فيه هاي تي اس اتش ولو تي 4، احيانا يجي له تحليل فيه نورمال تي اس اتش ولو تي 4، واحيانا يجي له تحليل فيه لو تي اس اتش ونورمال تي 4. طبعا هيقول للام ايه في كل حاله من الحالات اللي احنا ذكرناها دلوقتي؟ هو نفسه شخصيا ممكن يبقى مش عارف امتى اقول على التحليل العالي عالي، يعني هاو ماتش هاي از هاي، وامتى اقول على التحليل هاو ماتش لو از لو. الموضوع هيبقى ترانزيانت ولا بيرمننت؟ طيب ايه السبب؟ طيب ايه الكات اوف ليفل فور تريتمنت؟ يا ترى هويت ولا هتريد؟ ويا ترى لو انا عالجت هعالج فور لايف ولا لمده معينه؟ خلينا نشوف المنظر ده. دي حكمه مصريه بتقول ادي العيش لخبازه، تمام؟ احنا لازم قبل ما نبدا ميديكال تريتمنت لازم نعرف ان الاندر تريتمنت ممكن يتخلف من ريتارديشن وبروس ريتارديشن ونورولوجيكال بروبلم، والانسيسري تريتمنت ممكن يدخلنا برضه في هايبر اكتف ثايرويد وثايروتوكسيس وادفانس بون ايج وكرينوسايتوسيس. زي ما قلنا نسيب العيش لخبازه، عايزين نسيب الفن لاصحابه. بالظبط. طب نسيب الفن لاصحابه ولا ندخل على اكل العيش ونشوف؟ لا خلينا ندخل على اكل العيش. طيب احنا النهارده هنتكلم على الناشونال نيوبورن سكريننج بروجرام واسباب الكونجنتال هايبوثايرويدزم، وهندخل في كذا كيس سيناريو كده علشان نعرف عشان نجاوب على الاسئله اللي احنا طرحناها من شويه. خلينا نتكلم على الكلينيكال بيكتشر اوف انتريتد كونجنتال هايبوثايرويدزم اللي غالبا ما عدناش بنشوفها دلوقتي من سنه 2000 تقريبا، اللي هي البروس ريتارديشن مع المنتال ريتارديشن مع النيورولوجيكال بروبلم، ناهيك طبعا عن الانيميا والهايبركوليسترولينيا والبريكارديا ديفيوجن والشورت ستيتشر والديليت بيوبرتي. الكونجنتال هايبوثايرويدزم من الكومنست بريفنتبل كوز اوف انتلكشوال ديسابيلتي. احنا طبعا يعني فينا تحيه كبيره للناشونال نيوبورن سكريننج بروجرام. اعتقد كان في بعض حضراتكم عارفين هو بدا سنه 2000 في حوالي 5 محافظات. بدأ يبقى في 2003 على مستوى الجمهورية. بناخد عينة من كعب الرجل من اليوم الثالث لليوم السابع. في مصر هنا عملوه تقريبا يوم السبت والثلاث من كل أسبوع. يعني أي طفل هيتولد في أي يوم في الأسبوع لازم يكون عشان ياخد التحليل وتطلع النتيجة صح ويعتمد عليها يكون عدى اليوم الثالث ولسه اليوم السابع ما انتهاش. فإحنا لو حسبنا سبت أو ثلاث من الاسبوع فهو لازم هيدخل في يوم يا سبت يا ثلاث من خلال الاسبوع اللي هو الايه؟ الناشونال سكريننج بروجرام اللي احنا اتكلمنا فيه. بيتصلوا بينا امتى ويقولوا لنا احنا في مشكله معانا في التحليل؟
لو التحليل طلع اكتر من 15، لو طلع اكتر من 15 هناخد كونفيرماتوري سبيسيمين. لو طلع فوق ال 40 وعيناه تاني وطلع فوق ال 40 احنا كده خلاص اوريدي شخصنا ان في كونجنتال هايبوثايرويدزم. زي ما قلنا بنعيد التحليل لو طلع فيه مشكله. قد ايه المشكله دي فعلا كبيره جدا؟ نشوف الانسيدنس اوف كونجنتال هايبوثايرويدزم تقريبا وورلد وايد حاجه لكل 2000 ل 4000 طفل بيتولدوا بيكون عنده كونجنتال هايبوثايرويدزم. في مصر تقريبا هي نفس الـ نفس النسبه، والفيميل الميل تقريبا بيبقى 2 لـ1. مش هنتكلم كتير في الموضوع ده، لكن لازم نعرف ان الثايرويد هرمون سيكريشن بيبدا من الهايبوثالامس للبيتيوتري للثايرويد من خلال الهايبوثالامس بيتيوتري ثايرويد اكسس. عشان كده لو هنتكلم عن البروسس اوف هايبوثايرويديزم لازم نعرف ان في برايمري وسكندري. السكندري زي ما قلنا اللي هو الهايبوثالاميك بيتيوتري كوز، اللي بيسبب لنا السنترال هايبوثايرويديزم بيبقى معاه مالتيبل بيتيوتري ديفيشنسي. اما البرايمري بيبقى فيه مشكله في الثايرويد جلاند نفسها سواء استراكشرال او فانكشن. الاستراكشرز الديسجينيسيس بيبقى تقريبا 75%، اما الفانكشن ابنورماليتيز زي ديس هرمونوجينيسيس ده تقريبا بتبقى 25%. برضه مش هنطول على حضراتكم في موضوع السنس اوف ثايرويد هرمون سينسز، الثايروجلوبين سينسز للابتيك اوف ايودين للاكسديشن للايودينيشن للفورميشن اوف مونو اند داي اوتو ثايروسين للسكريشن اوف ثايرويد هرمون. اللي يبقى محظوظ لو جات له حاله ستريت فورورد بهذه الداتا، لو جاله تحليل في هاي تي اس اتش اند لو تي 4 عمل ثايرويد سكان والالترا ساوند واستراكشرال لقى فيه استراكشرال ديفكت سواء بقى ابسنت ثايرويد او هايبوبليزيا او اكتوبك ثايرويد وكان تي اس اتش فيه 40 او اكتر، ده انديكيشن ان انا ابدا ميديكال تريتمنت. ودي في الحاله دي يعني دي بنسميها تقريبا سنترال هايبوثايرويديزم. لو تي اس اتش فوق ال 20 هنعيد العينه تاني، هعمل تحليل تاني بعد يومين لثلاث ايام. بيبقى معاها غالبا لو في دي تي 4 في الكونفيرماتوري تيست. بنبدا بالدوز اللي هي 10 ل 15 مايكرو جرام لكل كيلو جرام بير دي، وبنتيتريت حسب السن. بنعمل مونيتورنج للطفل اول 3 شهور من كل اسبوعين لاربع اسابيع مره. اول سنه بنبص عليه من كل شهر 3 شهور مره، اول 3 سنين من 3 ل 6 شهور، بعد كده انتر بيوبرتي بنبص عليه كل 6 شهور مره او بنراجع الدوز تاني كل 6 شهور مره. طيب ده السي جايد لاين بتاع التي اس اتش، يعني مش هنركز عليها كتير لان احنا علشان نقول الانديكيشن احنا هناخدها في حاله في كيس سيناريو عشان يبقى الموضوع بالنسبه لنا اسهل شويه. دايما الموضوع مش ماشي يا جماعه معانا ستريت فورورد وبيجينا تحليل والدنيا هتبقى وردي. لازم نعرف ان الدايجنوزيس احيانا بيبقى نوت ايزي اند كونفيوزنج فور الجيتريشن، والكيسز ما بتبقاش اولويز ستريت فورورد. عشان كده سام تايمز الكيس بتاع بص كيسز احيانا تبقى فيري تشالنج وبتحتاج لوت اوف انفستيجيشن اند فولو اب. عشان كده زي ما قلنا دلوقتي ان الاوفر تريتمنت والاندر تريتمنت الاثنين مي كاري ريسك تو ذا بيشنت. عشان كده لازم نوزن الامور بالريسك والبنفيت عشان نعمل ديسيجن ميكنج ديسيجن، وهنشوف احنا كنا هنويت ولا هنبدا التريتمنت. وزي ما قال عمنا شكسبير الملك البيدياتريك اند كرايولوجي ان تو تريت اور نوت تو تريت ذيس از ا كويشن وين هو اند هاو اند فور هاو لونج. خلينا نقول في شويه ديفول بيقع فيها معظمنا او معظم البيدياتريشن لما بتجي له حاله قبل ما تتحول للبيدياتريك اندوكرينولوجي ناخدها في كيس سيناريو. الدكتور اسامه هنقول له اللي هيحل ان شاء الله الكيسز يبقى له جايزه في اخر المطار ان شاء الله. دكتور اسامه خالد. نشوف خالد فول تيرم اتولد في رورال اريا كان دوينج ويل ستارتد بريست فيدنج لو ابن عمه كونجنتال هايبوثايرويديزم. البيرنت كانوا ورد
لما عرفوا ان طبعا ابن عمه عنده كونجنتال هايبوثايرويدزم، فخدوا الطفل في اول يوم وعملوا له تحليل تي اس اتش. طلع تي اس اتش عند الكابتن خالد طلع 40 وكان النورمال 34. البيدياتريشن طبعا اول ما شاف التحليل وافتكر المحاضره بتاعتنا وقال ان الاسم جايد لاين قالت ان فوق ال 40 هتبدا ميديكال تريتمنت على طول، صح كده؟ طيب ايه البيت فول اللي هنا اللي اخطا فيها زميلنا لما قال الام انت كده ابنك محتاج ميديكال تريتمنت؟ ممتاز. طيب خلينا نقول ان هو الكوريكت مانجمنت في الحاله دي ودونت تريت ان واي بيكوز في تي 4 از نورمال، ولا ويت اند ريت تي اس اتش، ولا تريت وذ لوور دوز؟ طيب خلينا نشوف حاجه اسمها تي اس اتش في دي 1، لان الامبيانت تمبريتشر بتقل فبيزيد الميتابوليك ريت فبيحصل سيرج للتي اس اتش ممكن يوصل في اول نص ساعه لساعه بعد الولاده لل 80، ممكن يعدي كمان ال 80 في اول فتره بعد الولاده. عشان كده دايما بنقول ان ما ينفعش نعمل ثايرويد ثايرويد بروفايل في الفيرست داي اوف لايف. زي ما قلنا ما ينفعش نعمل تو ايرلي ثايرويد بروفايل في الفيرست داي اوف لايف. We don't rush for medical treatment for congenital hypothyroidism لو التحليل اتعمل early و ان التستنج should be from day 3. عشان كده الاجابه الصحيحه بتاعتنا زي ما حضرتك قال ان هي الـ. نشوف الحاله الثالثه كده. مالك فول تيرم 10 ايام دخل الحضانه كان عنده نزله سيبسس، اتعمل السكريننج بتاعته في داي 3 كان نورمال. الاخصائي وهو بيمر عليه لقى برضه ان هو نوت دوينج ويل، زي ما قلنا ان هو كان داخل الحضانه بسيبسس. احب يعيد له تاني تحليل تي اس اتش، لقى تي اس اتش تقريبا 20 وكان في معاه له نورمال 34. البيديتريشن اول ما شاف التحليل في الحضانه قال للام وقال للاهل احنا كده يا جماعه التي اس اتش بيزيد فاحنا هنبدا ستارت السيروسي. في هنا بيتفول ولا مفيش بيتفول هنا؟ طيب حد يقدر يقول لنا ايه بيتفول اللي هو واقع فيها؟ ممتاز. طيب زي ما قلنا الميديكال كوريكت انسر هي ويت اند ريبيت سيروت بروفايل، ولا دونت تريت بيكوز ال 34 ووز نورمال، ولا تريت ووز هاير ال سيروكسين علشان التي اس اتش بدا يعلى. طب خلينا نقول في حاجه اسمها الثايرويد سيك بيبي سندروم، بيبقى فيها ترانزنت موجوده ترانزنت في برولونجد سيبسيس، بتبقى ادابتف ريسبونس تو النس، ما بيبقاش معاها كلينيكال هايبوثايرويدزم، ومعظم الحالات دونت ريكواير ثايرويد هرمون سبلمنتيشن. دي سيرش معاها بيبقى لو او نورمال او سلايتلي اليفيتد، و تي 4 وتي اس اتش يوجوالي نورمال، ولو قليلين ممكن يبقوا قليلين في السيبتيك شوك. دونت اوفر دايجنوز كونجنتال هايبوثايرويدزم، وي ماست كونسيدر نان ثايرويدال ايلنس في الفول تيرم والسيبسس، خاصه لما يبقى معاهم ريسك فاكتور زي السيريبرال باثولوجي واللو اكبر سكور والبيتا اندكتور ارتيوزس ونكروتايزنج انتيروكولايتس respiratory distress syndrome. So don't rush for treatment of non-thyroidal illness except لو الثيرويد فانكشن persistently high. عشان كده correct answer اللي هو wait and repeat thyroid profile. طب نشوف الكيس الثالثة كده. Amal is preterm gestational age كان 30 week، كان وزنها تقريبا كيلو ونص. طبعا اتعمل سحب في السكريننج بروجرام، سحبه كانت النسبه تقريبا طلعت 9 في اول 3 ايام، وكان معاها له تي 4 ليفل. طبعا البيدياتريشن عند السبع ايام تاني حب يعيد التحليل، لقى النسبه زي ما هي 9 واللي معاها له تي 4 ليفل، فالبيدياتريشن ريأشور زبيرا وقال لهم ان تي اس اتش كده ويز النورمال زي ما اتعلمنا في المحاضره
عشان كده احنا مش محتاجين ميديكال تريتمنت، واحنا كده خلاص الدنيا بالنسبه لنا وردي وخلاص روحنا مفيش مشكله. طب حد يقدر يقول لنا البورتفوليو اللي هنا هي ايه؟ ايه؟ عشان هو بس خلينا نقدر نقول دونت تريت اني واي بيكوز تي اس اتش نورمال او بلو 20 ولا ويت اند ريت تي اس اتش ولا تريت ويز هاير دوز. طيب خلينا نقول في حاجه اسمها ترانزنت هايبوثايروكسينيميا في البريتير، يبقى معاها نورمال تي اس اتش في البدايه بعد الولاده بسبب الماتوريتي اوف الثايرويد او الهايبوثالاميك بيتوتري ثايرويد اكسس، بيبقى معاه الليفيشن في تي اس اتش بيبدا من السكند ويك اوف لايف، بيبدا من السكند ويك اوف لايف. السيفيرتي والديوريشن بتتناسب انفرسلي مع الجستيشنال ايج والبودي ويت. عشان كده النورمال تي اس اتش ديورينج ذا فيرست لايف او ذا فيرست داي اوف لايف كان نوت رول اوت ذا بريزنس اوف كونجنتال هايبوثايرويديزم. الترانزنت هايبوثايروكسينيميا في البريتيرم زي ما قلنا في الفيرست فيو دايز بيبقى معاها نورمال تي اس اتش ولوتي 4، والاسبوع الثاني بيبدا تي اس اتش الدنيا تتظبط ويبدا يحصل انكريز في تي اس اتش ونورماليزيشن لل 3 تي 4. بعد كده من الاسبوع السادس واحنا ماشيين كده بندخل في كذا مرحله، يا اما التي اس اتش بيرجع للنورمال ثاني ونورمال 3 تي 4 ليفل وبكده دي نورمال ثايرويد بروفايل، يا اما التي اس اتش بيبقى نورمال اور لو ومعاه لو تي 4 ودي بنسميها ايه؟ لسه قايلينها من شويه. سنترال هايبوثايرويدزم. طيب او بيبقى معاه هاي تي اس اتش ومعاه لو 3 تي 4، وهنا هنبدا في الحاله دي هنبدا ميديكال تريتمنت للكونجنتال هايبوثايرويدزم. الـ maturity of the hypothalamic pituitary axis زي ما قلنا بيبقى فيه lower level of T4 that correlate with gestational age and body weight. خلينا نشوف الـ screening and management of thyroid dysfunction في الـ preterm infant. بنريبيت الـ screening في الأسبوع الثاني والسادس والعاشر بعد الولادة ونمجر الـ TSH و T4 level زي ما قلنا باستمرار. هنقول الكت اوف ليفل بتاعي اللي هو ال 10 يعني وصلنا ل 10 هنقدر نقول احنا هنبدا ميديكال تريتمنت ولا لا حسب الحاجات اللي قلنا عليها. ناخد بالنا من الريسك فاكتور زي الدوبامين لو الحالات ماشيه عليه او في هاي دوز اوف كورتيكوسترايد او لو الطفل ده تعرض اكسشينج ترانسفيوجن او كان في اندر نيوتريشن او في ريسبيراتوري ستريس سيندروم. الانديكيشن اوف تريتمنت اون ان بريترم ويز ثايرويد ديسفانكشن افتر ريسكريننج افتر سكند ويك، لو كانت تي اس اتش نركز بقى في السلايد دي، لو كانت تي اس اتش فوق ال 20 ايا كان الليفل بتاع 3 تي 4 احنا هنبدا ميديكال تريتمنت. طب لو كان 3 تي 4 قليل ومن اول الاسبوع الثالث واحنا ماشيين وكانت تي اس اتش اكثر من 10 هنبدا ميديكال تريتمنت. لو كانت تي اس اتش من 10 ل 20 ونورمال 3 تي 4 في الحاله دي هنبدا ميديكال تريتمنت للكونجنتال هايبوثايرويدزم. سو انفانت ويز جيستيشنال ايج اوف ليس ذان 28 ويكس شود بي تريتد فور مينيمم 6 ويكس ديسبايت نورمال تي اس اتش ليفل. طب الحاجات اللي بتأجريت الكوز اوف ترانزيان هايبوثايروديزم ريلاتيف ايودين ديفيشنسي ان بريتيرم مش هنشرح كتير عشان الوقت بس، والريلاتيف ايودين اكسس وعايزين نركز في النقطه دي قوي، اليوز اوف ايودين كونتيننج انتيسيبتيك خاصه برينيتالي في المذر وبوست نيتالي البريتيرم. ال دونت مس انتربريت مس انتربريت الثايرويد فانكشن تيست في البريتيرم، وزي ما قلنا دونت كونسيدر نورمال ليفل اوف تيست سيرش ان ذا فيو دايز اوف لايف تو اكسكلود كونجنتال هايبوثايرويديزم، وما ننساش نعيد التحليل في الاسبوع الثاني والسادس والعاشر، ودونت مس الهايبوثايروكسينيميا في البريماتور
واللو بيرس ويت. وي دونت فورجيت الترانزيانت هايبوثايرويديزم. ان احنا لو خلاص قررنا ان احنا ندي ميديكال تريتمنت هنقيم الحاله بقى عند سن 3 سنين وهنشوف احنا هنكمل ولا هنوقف الميديكال تريتمنت. ودونت اندر استيميت الاكسترا ايودين ريكويرمنت في البريتيرم. وافويد يوز اوف ايودين انسيبتيك فور ماذر. عشان كده قلنا الحل بتاع الحلقه اللي فاتت ان احنا ويت اند ريبيت تي اس اتش والفريتيفون. طب ناخد الحاله الرابعه. خديجه فول تيرم جايه تي اس اتش 18 عامله ثايرويد سنتيجرافي طلع ان في نو ابديت للثايرويد جلاند. البيدياتريشن طبعا شاف التي اس اتش العالي والفيلوم الثالث وشاف الثايرويد سنتيجرافي فقال للام كده مفيش ثايرويد ابديت ومن هنا هندي ميديكال تريتمنت. وللاسف قال لها ان احنا هندي ميديكال تريتمنت فور لايف. طيب حد يقدر يقول لنا ايه بتفول اللي زميلنا اقره في الحاله دي؟ طيب هو في كذا بيفول احنا بالظبط. طيب احنا قلنا في الحاله دي الكوريكت مانجمنت دونت تريت ولا تيك هيستوري ولا تريت رايت اواي بيكوز الثايرويد بروفايل. تيك هيستوري دي كان اللغز بتاعي الحال. لما تيك هيستوري من الام لا ان الام دي اصلا هاشيموتوس. لا دي ام هاشيموتوس وعندها ابن اصلا ماشي على ال ثايروكسين والام اصلا كانت ماشيه على ال تروكسين. فمن هنا بتجدر الاندوكرينولوجيست طلب الترا ساوند لا فعلا الثايرويد موجوده. وطبعا السنتيجرافي طبعا ما كانش له اي دور في الحاله دي. خلينا نقول ايه السبب ان السنتيجرافي في الحاله دي اصلا طلع بيدينا ان في ان ما فيش ثايرويد ابتيك. ان في حاجه اسمها ثايرويد ستيمولينج هرمون ريسبتور بلوكينج انتي بودي دي بتعدي ترانس بلاسنتال بس من خلال الترانس بلاسنتا من خلال البلاسنتا وبتعمل باندنج للتي اس اتش. فبتبان في السنتيجرافي ان في ان مفيش ثايرويد ابتيك. عشان كده الثايرويد سنتيجرافي طلعت ان مفيش ثايرويد ابتيك بسبب الثايرويد بسبب التي اس اتش ريسبتور بلوكنج عند الام. الجميل في الموضوع ان الحالات ديت الانتي بودي دي ما بتقعدش في الجسم تقريبا اكتر من 3 ل 4 اسابيع. عشان كده الطفل ده لو كان فيه بريزيستنت تي اس اتش كانت هاي واضطرينا ان احنا ندي ميديكال تريتمنت. غالبا الميديكال تريتمنت ما بنشوفوش اكتر من 3 ل 6 شهور لان زي ما قلنا اصلا الانتي بودي دي بتبدا تختفي بعد. بس هنفهم الام ان الريكارنس اوف الحاله دي كده في الفيوتشر بريجنسي وارد جدا. ناخد بالنا من زي ما قلنا دلوقتي الماتيرنال انتي ثايرويد دراج. ودونت مس تيكينج هيستوري اباوت ماتيرنال ثايرويد ديزيز والانتي ثايرويد دراج انتيك من المذر. عشان كده الكوريكت انسر كان تيك هيستوري زي ما حضراتكم قلتوا. خلينا نشوف اخر حاجه ان شاء الله. اكرم فول تيرم 4 ايام كان معاه تغيير الهايبوجلاسيميا زي ما حضراتكم شايفين كده كان في كلاف لب. النور كان الجاي بالتي اس اتش 9 غالبا كان نورمال وقتها. البيدياتريشن شاف التي اس اتش ولقى ان هم عاملينه في اليوم الثالث او الرابع تقريبا. قال لهم الدنيا كده تمام ومفيش اي مشكله. حد يقدر يقول لنا ايه البتفول اللي في الحاله دي؟ تكون بيرضع سنتروم لازم يعمل بيه اسسمنت او بيعمل سنسور نورال هيرنج اسسمنت. هايبو جاسس وعمل سيرك. طيب خلينا نشوف دايجنوستس اوف سنترال هايبو ثايرويديزم ميد لايف ميد لايف تمام بالظبط معاها مالتيبل بتفرق هرمون ديفيشنسي ميد فيشيال هايبوبليزيا ومع الهايبوجلاسيميا. دي كده بتشخص لنا سنترال هايبو ثايرويديزم. التي اس اتش ممكن تبقى نورمال او لو ومسد مننا في السكريننج في الاول ولكن الهايبوجلاسيميا
الهايبوجلاسيميا نفسها بتنود هايبوكورتيزيزم. الاس تي اتش والكورتيزول لو اتعاملوا في الحاله دي غالبا هنلاقوهم قليلين. الاندرستاندد تيستس معناها ان في هايبوجوناديتروبيك هايبوجوناديزم. الميد فيشيال هايبوبليزيا بتقول لنا يا جماعه ان في ستراكشرال بيتيوتري افكت. قررنا ان احنا نعالج طبعا العلاج هنا هيبقى فور لايف وهتبقى ريبليسمنت لاي افكت موجود عندي. ولو عندي مشكله في الكورتيكوسترويد هنبدا كورتيكوسترويد قبل ما نبدا السايوكسين عشان ما ندخلش في ادرينال كرايسيس. السنترال هايبوثايرويديزم ممكن يبقى ترانزيان في الحالات ديت لو كان نتيجه افكت اوف دراج زي استرويد او دوبامين. وفي البريماتور انفان لو كانت الام ماشيه على ماتيرنال ماتيرنال سايروكسين زي ما قلنا من شويه. طيب هنتكلم بقى جنرالي بقى الموضوع هيمشي بقى معانا ترانزيان ولا بيرمننت. هنقول كلو بسيط كده سواء الحاله مكمله معانا بيرمننت ولا هنقول بيرمننت امتى؟ لو كان في اكتوبيك سيروت جلاند او اكسن سيروت جلاند او التي اس اتش اللي كان من 40 ل 100 او فوق ال 100 او كان في مالتيبل بيتيوتري هرمون ديفيشنسي او ميد لاين فيشال هايبوبليزيا. هنقول ان هي ترانزيان لو كان معاها ديفيشنسي او برينيتال ايودين اكسبوجر او ماتيرنال هايبر ثايرويديزم او الطفل ده كان بريماتور ولوبر سويت او كان نتيجه مال نيوتريشن او دراج زي ستيرويد ودوبامين. شكينا لو شكينا عند ميت الثايرويد فانكشن في خلال اسبوعين وعند شهر لو تس اتش زي ما قلنا المين بيرزيستنت بي هاي وال 3 تو 4 كان بيرزيستنت بي لو هنضطر نبدا ميديكال تريتمنت. ريبيت الثايرويد فانكشن زي ما قلنا مرتين لو احنا شاكين. لازم ناخد بالنا ان النيد فور كونتينوس ميديكال تريتمنت شو بي ريأسست عن سن 3 سنين وقت ما يحصل كومبليت برين ديفلوبمنت. الثايروكسين بيتاخد ازاي؟ زي ما معظم حضراتكم عارف طبعا الثايروكسين بيتاخد بنبدا بدوز من 10 ل 15. الحبايه بتتحل في ميه او في بريست ميلك. بنديه الصبح قبل الرضعه وقبل الفطار. اضطرينا نعمل لو في اي ميديكال تريتمنت بيتاخد زي فيتامين دي او الكالسيوم او الايرون نبعده اقل شيء 4 ساعات عن الدوز بتاعت الليفوثايروكسين. لو اضطرينا ندي هاير دوز من الثايروكسين لازم لو بدايتنا هاير دوز من الثايروكسين حسب الانديكيشن لازم نعيد الثايرويد فانكشن بعد اسبوع عشان ما ندخلش في اوفر تريتمنت. الايم بتاعي ان انا اوصل التي اس اتش للنورمال اكوردنج تو ايج سبيسيفيك ريفرنس. لو حبيت اجي اعيد الطفل ده بعد كده الثايرويد فانكشن المفروض ان انا اعيده اقل شيء بعد 4 ساعات من الدوز اللي بديها له الصبح للعلاج بتاعه. زي ما قلنا المعظم البيتفول اللي احنا كنا بنعمل فيها الافويد ايرلي تيستنج للثايرويد فانكشن ودونت راش تو تريت نون ثايرويدال النس والنورمال تي اس اتش دورنج فيرست دايز اوف لايف في البريتيرم لا تعني ان احنا نستبعد البريزنس اوف كونجنتال هايبوثايرويديزم وريبيت السكريننج اوف بريتيرم ولو بيرس ويت عند اسبوعين وست اسابيع و10 اسابيع. في السنترال هايبوثايرويديزم زي ما قلنا بنعتبر الكات اوف ليفل 10. افويد يوز اوف ايودين انتيسيبتيك خاصه المذر. ما ننساش ناخد هيستوري زي ما حضراتكم قلتوا عن الماتيرنال ثايرويد دراج والانتي ثايرويد والانتي ثايرويد تريتمنت اللي الام بتاخده. دونت ميس دايجنوز اوف سنترال هايبوثايرويديزم بكل ما تعنيه كلمه سنترال هايبوثايرويديزم. كده تقريبا وصلنا في الاخر لان زميلنا البيدياتريشن لما اطلق الحاله و
هيتسأل أي سؤال دلوقتي أعتقد هيعرف يجاوب عليه، هيجاوب هيقول إمتى نقول التحليل ده عادي وإمتى نقول التحليل ده كان واطي، إمتى هنقول إن دي ترانزنت ولا بيرنا، إمتى هيقول إن السبب كان إيه، هيقول الحد أوف ليفل إيه، هنقدر نقول دلوقتي إحنا هنويت ولا تريد. ولو هنبدأ علاج هنمشي الفترة دي تقريبا كده، احنا بدأنا دلوقتي يعني نوزن الأمور ونشوف الريسك والبنفيت، وزي ما قلنا في الأول إن الأندر تريتمنت له مشاكل والأنسيسري تريتمنت له مشاكل، عشان كده يبقى لازم يبقى في انتجريتد كير بتوين البيدياتريشن والبيدياتريك الاندوكرينولوجيست علشان نوصل لبر الأمان. شكرا ليكم وطمنتوا عليكم.